اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج لحظه حياه. موضوع النهارده مهم جدا، موضوعنا بيتكلم عن اهميه الحساب الذهني، وده اللي هتوضحه استاذه دعاء الكيلاني مدربه الحساب الذهني. برحب بحضرتك. اهلا وسهلا، اهلا بيك يا حبيبتي، شرف لي انا. استاذه دعاء، يعني عاوز اعرف من حضرتك ما هي اهميه الفيدا؟ تمام. الفيدا هو فن حل المسائل العمليات الحسابية بدون استخدام أي أدوات، يعني بنستخدم العقل فقط. تمام. فبالتالي الفيدا بتاخدنا لحتة كده إن إحنا بنستخدم العقل فقط بدون استخدام الآلة ولا الحاجات دي، فبالتالي الطفل معنا بيبدأ عقله يبدأ يتنمى، ومهارات يبدأ ان هو يبقى عنده مهارات، يبقى عنده سرعة ودقة في حل العمليات الحسابية. وكمان هيبقى كمان في المدرسة، بالنسبة للمدرسة مع المناهج الجديدة يبدأ ان هو برضو يتعامل مع المناهج الجديدة ويبقى كمان شاطر في مدرسته. فهماني؟ طيب هل ليه سن معين للطفل؟ احنا عندنا بنبدا من اول 5 سنين لحد سن الجامعه. الفيدا بتقدر ان هي تتعامل مع الطفل اللي هو 5 سنين لحد الجامعه. تمام. طيب عاوز اعرف من حضرتك اكتر ما هو الفرق بين المعداد الصيني والفيدا؟ تمام. المعداد الصيني اللي هو الابكس ده بيبقى عن طريق الايماجين اللي هو التخيل. بيبقى لسن معين وبيبدا الطالب، احنا بنقف لحد ال 999 اللي هو 999 وبنقف له فتره معينه وسن معين. تمام. اما بالنسبه للفيدا هي بتتماشى مع المناهج الدراسيه، طبعا متطوره جدا ودايما في تطور. استاذ مؤسس البرنامج اللي هو استاذ حمدان سيد احمد دايما مطور من البرنامج، دايما مدخل حاجات جديده، فبالتالي بتتماشى مع المناهج الجديده. يعني انا عندي من اول جونيور 4 المناهج الجديده كل ما بتتطور كل ما استاذ سيد حمدان بيدخل حاجات جديده. استاذ سيد حمدان اللي هو مؤسس البرنامج. تمام. مؤسس البرنامج ومطور الماده العلميه. تمام. اللي هي بتاعه الفيدا الهندي. بيبدا ان هو برضو كل حاجه جديده في المناهج بيبدا ان هو يطورها ويدخلها في الفيدا علشان تتماشى مع المناهج الدراسيه. تمام. طيب ما هي مستويات الفيدا؟ تمام. احنا عندنا 10 مستويات. عندنا اول حاجه المستوى اللي هو بتاع الاديشن والسبتراكشن اللي هم الجمع والطرح. الجمع والطرح بس احنا عندنا هنا في الفيدا الموضوع مختلف شويه، ان احنا عندنا الجمع والطرح ما بيبقاش لحد يعني مثلا عدد معين، لا احنا عندنا انفينيتي نمبرز، يعني احنا عندنا لما لا نهائي الارقام، يعني ممكن نجمع مثلا ملايين او مليارات الارقام، ما عندناش حد معين للارقام الجمع او الطرح. تمام. عندنا برضو الماتريكس اللي هي المصفوفة، برضو دي ماشية مع المناهج الدراسية الجديدة بتاعت من أول عندي جونيور 3 والمناهج الدراسية دي موجودة فيها. فبالتالي احنا ماشيين مع المناهج، فهمي؟ كل ما الموضوع بيتطور في المناهج، حضرتك عارفة ان المناهج بتتغير فبتتطور معاها الفيدا، لان الأستاذ سيد استاذ حمدان سوري دايما لان هو متخصص رياضيات، فبالتالي هو دايما بيطور من الماده العلميه حسب المناهج الدراسيه. تمام. ف على حسب كل مرحله يعني. برافو عليك، بالظبط كده. تمام. فبالتالي الفيدا ماشيه مع المناهج الدراسيه بتخلي الطالب يبقى متفوق في دراسته، غير ان هو كمان هيبقى عبقري رياضيات، لا كمان هو هيبقى متفوق في دراسته جدا. تمام. هل الحساب الذهني بياخد وقت مع الطفل؟ هو المستوى الواحد بياخد تقريبا من شهر لشهر ونص حسب الطالب، حسب استيعاب الطالب. تمام. احنا عندنا بقى المستوى الثاني، ده بالنسبه للمستوى الاولاني. المستوى الثاني اللي هو المالتيبيكيشن اللي هي الضرب. المالتيبيكيشن اللي هو الضرب احنا برضو عندنا نفس الكلام، ان احنا عندنا مستوى الضرب يعني برضو اللي برضو اعداد كبيره، ما عندناش لحد عدد معين، لا احنا عندنا نقدر بناخد القواعد وبنقدر ان احنا نشتغل في اي عدد من الارقام. وعندنا حاجه يمكن مش موجوده في اي برنامج تاني، ان احنا عندنا اللي هي الميني فاكتور اوف مالتيبيكيشن تيبل اللي هو تصنيع جدول الضرب. ان ممكن طالب يشتغل معايا بدون ما يكون حافظ جدول الضرب، وده مش موجود في اي برنامج اخر. تمام. وعندي كمان السبيشال كيسز اوف مالتيبيكيشن برضو الحالات الخاصه اللي هي دي مستجدات استاذ برضو سيد استاذ حمدان سيد برضو لسه مدخلها برضو من ضمن البرنامج. عندي المستوى الديفيجن اللي هو مستوى القسمه، مستوى القسمه، وعندي اللونج ديفيجن اللي هو برضو القسمه المطوله.
وده برضو بيتماشى مع المناهج الدراسية. وعندي مستوى الفراكشن اللي هو الكسور، جمع الكسور وضرب الكسور وقسمة الكسور، تمام، برضو اللي تتماشى برضو مع المناهج الدراسية. وعندي النسبة المئوية، وعندي الروتس اللي هي الجذور، تمام، عندي السكوير روتس وعندي الكيوب روتس، برضو دي اللي هي الجذر التربيعي والجذر التكعيبي، يعني برضو متماشى مع المناهج الدراسية، تمام. وعندي مستوى برضو اللي هو بتاع الهندسة اللي هو برضو متماشي برضو مع المناهج الدراسية. وعندي برضو الجبر اكويجن اللي هو المعادلات الجبرية. كل دوت متماشي مع المناهج الدراسية. تمام. اسهل مستوى فيهم ايه بقى، او اسهل نوع فيهم ايه؟ هو كل المستويات جميلة جدا، لان انا عندي الفيدا بتدي يعني بتدي الطالب ازاي يحل المسائل بطريقة جميلة تحببه في الرياضة. ان هو بيلاقي الرياضة بتتحل بطريقة مبسطة جدا، بطريقة جميلة جدا، بطريقة يقدر ان هو يحل اي مسألة ممكن تيجي قدامه. وده بيحفزه على فكرة على الدراسة. يعني انا الاولاد اللي انا بدربهم يعني كلهم متفوقين الحمد لله، وكمان يعني حابين الرياضة جدا، يعني حابين الماس جدا من كتر ما الطريقة. وعلى فكرة اللي بيحل بطريقة الفيدا ما بيقدرش يحل بالطريقة العادية، خلاص هو بالنسبة له الطريقة العادية صعبة، الطريقة العادية بالنسبة له مرهقة جدا، واحيانا الاجابة بتكون خاطئة. يعني بالنسبه له الفيدا افضل بكتير، لان النتيجه بتبقى ادق، اسرع، بتنمي عند الطفل مهارات، فبالتالي هو بيبدا ان هو يحب الدراسه، وبتنمي طبعا عقله، فبالتالي بيبدا ان هو كمان يشتغل كمان على بقيه المواد، في ان هو خلاص استيعاب مخه بقى اكبر وافضل. بالظبط. تمام. طيب عدد مسابقات الفيدا؟ احنا عندنا 4 مسابقات في السنه. عندنا مسابقات دوليه ومسابقات على مستوى الجمهوريه، على مستوى كل الجمهوريه، كل المحافظات، كل محافظه يعني. تمام. تمام. بشكر حضرتك حبيبتي. وفاصل ونرجع لحضراتكم. هنا صدق حلمي وبدا، قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت إن اللي تفكر في أزمة كان خوفك منه ملوش لازمة، وأديك عالصعب قدرت، واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي. انطلاق فعاليات بطولة الجمهورية بمحافظة الإسكندرية لبرنامج فيديك ماس. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ومعايا الأستاذة دعاء الكيلاني. برحب بحضرتك مرة تانية. أهلا وسهلا يا رحمة. أهلا بيكي أستاذة دعاء. عاوز أعرف من حضرتك، هل الفيدا بتتناسب مع ذوي الاحتياجات الخاصة ولا لا؟ هي طبعا بتتناسب، لان احنا عندنا الفيدا اصلا اساسها تنميه مهارات وقدرات عقليه، فبالتالي احنا طبعا ذوي الاحتياجات لان عندهم صعوبه تعلم بتتناسب جدا مع الفيدا. طبعا بيعملوا اختبار ذكاء، وبنعرف نسبه الذكاء اللي عندهم في البدايه خالص، بيعملوا في البدايه خالص بيبقى في اختبار ذكاء. طبعا احنا كمدربين بنقدر كمان ان احنا نقيم طبعا الطفل اللي قدامنا، لان احنا متدربين متخصصين كلنا في المجال، فبالتالي احنا بنبدا ان احنا نعرف الطفل اللي قدامنا قدراته ايه، وبنبدا ان احنا على الاساس ده بنمشي معاه على برنامج يتناسب مع نسبه الذكاء او نسبه القدرات اللي عنده. والفيدا بتبدا بعد كده تعلي القدرات دي كمان، يعني احنا مش بنقف عند مثلا لو هو زي مثلا القدره بتاعته مثلا 30% او 40 او 50، فبالتالي هو مش بيفضل على كده، وبالعكس الفيدا بتبدا ان هي جدا بتبدا ان هي تعلي كمان
نسبة الذكاء والقدرات، ويبدأ الطفل اللي عنده صعوبات في التعلم ان هو يكتسب مهارات، ويبدأ ان هو كمان ينمي عقله، ويبدأ ان هو يشتغل كمان على نفسه جدا، يبدأ ياخد ثقة في نفسه، يبدأ يشتغل على نفسه، ويبدأ يحب جدا الدراسة. لانه حضرتك عارفه اللي عنده صعوبات في التعلم بيبقى عنده صعوبه بان هو اصلا يقعد يذاكر او ان هو يقدر يستوعب اي حاجه. بالعكس الفيدا بقى بتحل لنا المشكله دي. تمام. بتبدا ان احنا نشوف قدره الطالب فين، ونبدا بقى نشتغل على الحته دي بان احنا نبدا ننمي قدره الطالب اللي معانا، ونبدا ان احنا نديله مثلا على قد الاستيعاب بتاعه في الاول. في البدايه خالص بنمشي معاه برنامج مدروس، يعني بنبدا في الاول نديله الجزء اللي هو يقدر يتناسب مع الوضع اللي هو فيه، واحده واحده احنا بنعلي الليفل، وهو معانا بدون ما يشعر يلاقي نفسه بقى عنده سهوله في الكلام جدا وفي التعلم وكل حاجه. وعلى فكره هو برده له معانا مسابقات، بيدخل معانا مسابقات عادي جدا في اي مستوى هو بيجتازه. واي طالب عندنا بيجتاز مستوى بياخد بيه شهاده معتمده، وبيبدا يدخل معانا المسابقه. زي ما قلت لحضرتك ان احنا عندنا اربع مسابقات. تمام. ف في السنه اربع مرات. في عندنا مسابقات اللي هي على مستوى الجمهوريه ومسابقات دوليه. فبالتالي احنا عندنا الطالب زي ما قلت لحضرتك اللي هو عنده صعوبه في التعلم ده، يعني احنا بنبدا ان احنا ننميه ونعلي قدراته. وطبعا احنا عندنا المدربين كلهم يعني ما شاء الله كلهم متخصصين، واحنا متدربين طبعا على ايد متخصص اللي هو مؤسس البرنامج استاذ حمدان سيد احمد. فبالتالي هو كل حاجه جديده، كل حاجه بيطورها في البرنامج فطبعا بيديها للمدربين. فبالتالي احنا عندنا المدربين بيشتغلوا بتخصص، مش بيشتغلوا كده وخلاص، يعني احنا عندنا كلنا متخصصين. هل الفيدا انواع؟ لا، الفيدا مش انواع، الفيدا هي واحده بس في مصر والعالم كله. يعني نوع واحد بس اللي هي فيديك ماس، هي الوحيده بس في مصر والوحيده على مستوى العالم، منتشره في الدول العربيه وموجوده كمان في اوروبا وامريكا. هي الفيدا اللي هي فيديك ماس اللي هو مؤسس البرنامج استاذ حمدان، بس هي الوحيده اللي في مصر وفي العالم. بالنسبه بقى للطالب عندنا الولي الامر بقى اللي بيشتغل مع الطالب في البيت. المفروض ان هو بيشتغل معاه ازاي؟ بيشتغل معاه ان هو بس الطالب بيبدا يشتغل وهو بس بيشوف الاجابات بتاعته صحيحه ولا خطا. لان برضو احنا دايما نقول لاولياء الامور ان ولي الامر مش متخصص. فبالتالي هو مش عارف الطريقه اللي بيشتغل بها الطالب. فبالتالي هو الطفل بيبدا ان هو يشتغل، طبعا هي الطريقه بتبهر طبعا اي حد الطفل بيحل قدامه، لانها بطريقه يعني سهله جدا، وبيبدا ان هو جدا يعني في ثواني. يعني بيبدا عندنا في المسابقات، بيبدا الطالب عندنا اللي بيدخل مسابقه بيبدا يحل 180 مساله في 10 دقائق ان شاء الله. فبالتالي ده كده ده قدرات، وبيبقى احنا يعني زي ما بنقولوا ايه، ان طالب الفيدا عبقري الرياضيات. ليه بنقول كده بقى؟ لان انا عندي الاول كان في مثلا اينشتاين وفيثاغورس والناس اللي هم بتوع علماء الرياضيات دول، كانوا الرياضه عندهم بدون استخدام اي ادوات وبدون بدون اله. فبالتالي انا يعني هم كانوا بيبحثوا على النظريات بنفسهم بدون استخدام اله، ولا كان في الاله ولا الكلام ده. تمام. فبالتالي احنا ليه بنقول بقى ان طفل الفيدا الفيدك هو ليه طفل عبقري؟ لان هو كمان بيبدا ان احنا نرجعه تاني لان هو ما يستخدمش الاله الحاسبه نهائيا. فبالتالي هو بيبدا ان هو يشتغل زي العلماء اللي هم مش طبعا احنا بنقول برضه ان هو عبقري. بيكون عبقري ليه؟ علشان الحته دي، لان هو بيستخدم عقله فقط. ما بيستخدمش اي اله ولا اي ادوات نهائيا، فبالتالي احنا بنقول عليه عبقري. تمام. فاحنا عندنا برضه زي ما قلنا ان احنا عندنا المدربين بتوعنا مدربين اقوياء جدا، بيقدروا ياخدوا الطالب لمستوى عالي جدا، بيقدروا يتعاملوا مع كل الفئات العمريه. عندنا مدربين اقوياء جدا، عندنا استاذه هيبه الله رمضان مسؤوله اسكندريه، عندنا استاذه مها عبد الرحمن مدربه قويه جدا، عندنا استاذه عزه طاهر مدربه قويه جدا. احنا عندنا دول مدربين اسكندريه لان انا من اسكندريه. فبالتالي حبيبتي الله يبارك لك. فبالتالي انا عندي دلوقتي المدربين بتوع الفيديك كلهم ما شاء الله عليهم تدريب على اعلى مستوى، بيقدروا يتعاملوا مع اي طالب. وفي حته جميله جدا يمكن مش موجوده في اي كمان برنامج اخر، ان احنا عندنا بنقدر نتعامل مع نفسيه الطالب كمان. ان احنا لو عندنا طالب مثلا بيخاف بيقلق،
عندنا طالب مثلا بطيء فالفيدا دي بتبدا ان هي تسرع، يعني احنا بنبدا نسرعه بطريقه معينه نخليه نوصله ان هو يحل من 100 ل 180 مساله في 10 دقائق، وفي اقل من كده كمان. يعني في بيجيبوا اقل من 10 دقائق، يعني 180 و200 في ال 10 دقائق. فبالتالي احنا التخصص بيخلي الموضوع اسهل واحسن. تمام. طيب هل ولي الامر يقدر يستغل او يشتغل مع الطفل في الفيدا؟ تمام. هو احنا المفروض ان احنا الفيدا زي ما انا قلت لحضرتك ان احنا تخصص، فبالتالي انا ما ينفعش مثلا ام تبقى مش عارفه الطريقه وتبدا ان هي تحل مع الطالب، هي مش عارفه هو اصلا بيحل ازاي. بالظبط. فبالتالي هي ما فيش تخصص عندها، فاي مشكله تواجهها مثلا هي طفلها بيحل، فبالتالي هي بتحسب الحل، فلو لقيت اي حاجه غلط بتبدا ان هي تعلم على المساله الغلط وبيرجع للمدرب تاني، بيرجع لنا تاني ونبدا ان احنا نعرف هو ايه مشكلته واقف فين، وبنبدا نحل له مشكلته، ولو في حاجه مش فاهمها بنبدا ان احنا برضو نفهمها له ونعرفها له. تمام. طيب نصيحه بقى لاولياء الامور اللي حابين يعني يخلوا اولادهم يتدربوا في مع الفيدا يعني. تمام. نصيحتي لكل ولي امر، علشان تخلي ابنك افضل وتخلي ابنك تنمي قدراته وتحببه في الدراسه، والاطفال اللي هم دايما قدام الموبايل وقدام التلفزيون والحاجات دي، انت تمنعه. وكمان اللي على فكره الطالب بتاع الفيدا بيمنع في اخر قبل المسابقات، وعلى فكره بيقلل عدد الساعات بتاعه الاستخدام الموبايل، يعني الطفل اللي بيقعد مثلا يعني في اطفال بيقعدوا يعني اوقات طويله جدا على الموبايل. فبالتالي احنا بنقدر ان احنا نقلل من عدد الساعات دي، لان هو بنقدر يعني احنا بنشتغل على العقل، فبالتالي احنا بنوقف شويه استخدام الموبايل. هو كمان بيبقى مش حابه على فكره، يعني هو بيبدا واحده واحده خلاص، هو عايز يحل، عقله كلها ارقام، يعني انا حاجه تانية افضل جدا جدا. ويعني مع اول حصه معانا مثلا في الفيدا بيبدا الطالب يطلع عقله كله ارقام، يعني بيبقى ارقام مع بعض كده كلها مع بعضها، فبالتالي هو مش بيبقى حابب الموبايل على فكره، بيبدا واحده واحده يقل الموبايل تماما. يعني هو حابب ان هو ينمي مهاراته، لقى نفسه في حته لقى نفسه كويس فيها، او هو لو هو كان عنده مشكله في تشجيع اكتر برضو جداً. من حضراتكم ايوه طبعا. فبالتالي انا دلوقتي لما طالب انا اجيبه وابدا ان انا اشتغل مثلا معاه ويلاقي نفسه ايه ده انا بحل، ايه ده انا شاطر، ايه ده انا بقيت كويس، وتشجيع كمان من المدربين، لان احنا يقدر يذاكر برضو في المواد بتاعته. بالظبط كده. بالظبط كده. احنا عندنا يعني مثلا احنا لما بنشتغل على الفيدا احنا بنبدا نشجع الطالب، احنا برضو من ضمن البرنامج الفيدا ان احنا عندنا الطالب احنا بنبدا ان احنا نشجعه كمان. يعني احنا بنشتغل على نفسيه الطالب. وكمان عندنا مستوى كمان في الفيدا اللي هو بتاع الالعاب، اللي هو مكعب روبيك، ازاي يحل مكعب روبيك في ثواني. فدي حاجه برضو مش موجوده في اي برنامج اخر. بتقدري تستخدمي مع الاطفال العاب تانية برضو تقدر تساعدهم على ده؟ لا، هو احنا عندنا الالعاب اللي هي بس اللي هي الالعاب اللي بتستخدمي فيها عقل كمان. يعني احنا دايما يعني بنبعد كمان عن الالعاب، يعني الالعاب بس في عندي الالعاب اللي هي الفيديو جيمز، لا احنا بقى بنبعد عن الحاجات دي بالالعاب اللي بنستخدم فيها العقل. يعني احنا بنحاول ان احنا برضو بتستغلوا اكتر العقل على قد ما نقدر. تمام. بشكر حضرتك حبيبتي. وكده وصلنا لنهاية حلقتنا، وانتظرونا في حلقة جديدة.